الحقيقة الشباب لهم رأي واضح كان منذ البداية في بشكل المبادرة، وكان أحد هذه الأسباب أنه سيبقى هناك كثير من أشكال النظام السابق والذي خرجنا أصلا لافتتاح كل هذا النظام وليس لبعض من كانوا فيه فقط، وبالتالي يرون أن المبادرة أفضت إلى شكل منتقص للأهداف، وليس منتقص بل يعني لا يلبي جزء بسيط من أهداف ومطالب الشباب الثورة. فوجئنا بأسماء حقيقة في حكومة الوفاق أيديهم ملطخة، هناك باللجنة العسكرية من شارك في قتل الشباب، مع أن هذه كانت من الأشياء التي وعدنا بها أنه لن يكون هناك أي شكل سواء في الحكومة أو في اللجنة العسكرية من المتهمين بقتل المتظاهرين، وهذا أمر غير صحيح. وجدنا 3 وزراء على الأقل، وهناك بعض الأسماء الموجودة في اللجنة العسكرية شاركت في قتل الشباب بصفة مباشرة، وأيضا هناك من حرض ضد الشباب، لا أدري بأي وجه سيستطيع أن يجلس الوزراء الذين فاوضوا باسم شباب الثورة ووصلوا إلى هذا المستوى بالدماء التي ذهبت في الساحات، كيف سيستطيعون أن يجلسون في طاولة واحدة مع هذه الأسماء؟ وكيف سيناقشوهم على مستقبل اليمن وهم الذين أساءوا أصلا إلى مستقبل اليمن؟ لكن أطلب ما, ما, ما بالإمكان الحصول عليه، بمعنى أنه كما قال الوزير عبل لم يكن هناك أي طريق آخر، البلد من دون مؤسسات، البلد تنهار، البلد تذهب باتجاه حرب أهلية، فليكن هذا الممكن حاليا على طريق التخلص نهائيا من فلول النظام السابق. هو الحقيقة يتعلق بسقف الممكن بالنسبة للشباب وبالنسبة لهم. لو كنا نفكر بنفس طريقة السياسيين أو قادة الأحزاب منذ البداية لما خرجنا أصلا إلى الساحات، هذه النقطة لابد أن يفهمها السياسيون جيدا، أن لو بتفكيرهم السابق قبل هذه الثورة كانوا يرون أن أكثر ما يمكن أن يحصلوا عليه من علي عبد الله صالح هو إصلاح سجل الناخبين وبعض التعديلات، هذا كان إلى نهاية 2010. الشباب غيروا هذه المعادلة عندما خرجوا إلى الساحات، وصار ما ليس ممكنا بوجود ملايين من أبناء الشعب اليمني في الساحات، وبالتالي لا ينبغي أن يظلوا عند حدود الدنيا من طموحاتهم، لا ينبغي أن يحجموا طموحات الشباب، ولهذا نحن حقيقة يعني لا يمكن أن نتقبل مثل هذا الكلام، ونرى أن الشباب الذين خرجوا للساحات منذ أول يوم وكان عددهم أقل وكانت إمكانياتهم أقل وكنا نشعر بالضعف، لا يمكن أن نحد من سقف مطالبنا الآن بعد أن صار الشعب اليمني ملتف حول مطالب الشباب. سيد محمد.